النهارده باذن الله وبناء على رغباتكم وبناء على طلب واحده حبيبتنا قوي اسمها ماما مريم طلبت مني كتير الكفته الغمراوي. وبصراحه كان بيحصل حاجات كده بيحصل ظروف ان احنا ما بنلحقش نحطها في السكريبت بتاعنا، بس انا قلت لها امبارح ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل الكفته الغمراوي، وصورنا الكواليس بتاعتها وصورنا واحنا بنحضر لها النسخه بتاعتها، ودي النسخه بتاعتها اللي كنت بحضرها امبارح. طبعا انا حطها في الثلاجه من امبارح، والمفروض اصلا ان هي من قبلها بيوم، من قبلها بست سبع ساعات، بس طبعا يعني انا كان بالنسبه لي امل ان انا اعملها امبارح واسيبها في الثلاجه لحد النهارده. الكفته الغمراوي بيعملوها متغمر، بيعملوها الشرقوه، بتتسمى الكباب الناشف، النافش، الكباب النافش. حاضر كده اهي. بيسموها ساعات الكباب الكوابري، ليها اسامي كتير قوي، بس اللي مشهورين بيها وبيعملوها باصولها وباساسها هي ميت غمر، علشان كده اسمها كفته غمراوي، شبيهه بكفته الرز، بس في اختلافات بين كل بلد وبلد، يعني المنصوره بتعملها بطريقه، الشرقيه بتعملها بطريقه، ميت غمر بتعملها بطريقه، في ناس ما بتحطش الرز فيها سليم، في ناس بتديله نص تكسيره، وفي ناس بتطحن الرز كويس قوي زي كفته الرز بتاعتنا، بس بعد ما بيسلقوها لان هي بتتسلق. يعني ايه بتتسلق؟ يعني حاطين شوربه اهي على النار علشان نسلق فيها الكفته، ويفضل ان هي تتحط في الثلاجه ليله كامله او 7-8 ساعات علشان لما تتحط في الشوربه ما تفكش. دي حاجه. تاني حاجه ان هي بعد ما بتطلع من السليق في ناس بتاكلها كده، وفي ناس بتعمل لها خلطه علشان تتحمر بيها. هنشوف النهارده ايه هي الكفته الغمراوي، وايه هي مقاديرها، وايه هي نظامها. بس قبل ما ابدا في المقادير بتاعتنا ونشوف الخليط نفسه هيكون عامل ازاي، انا عندي على النار شوربه، عايزه بس ادوق الحياء بتاعها او الملح بتاعها، وعايزه اقول لكم ان في ميت غمر مفيش مناسبه او عزومه او عيد الا لازم تتعمل فيه الكفته الغمراوي. بسم الله. عايزه سنه ملح قوي، بس هي عايزه سنه ملح. طيب انا دلوقتي يا نونا، هي المفروض بيعملوها جنب بط، الكفته الغمراوي بتتعمل جنب بط او بتتعمل كمان بالمرقه بتاعت البط. طب انا دلوقتي هعملها هي لوحدها وما عنديش بط ومش هعمل بط، المرقه دي انت عامله فيها ايه؟ كل اللي حطيته، حطيت ميه سخنه، حطيت جزرايه شرايح، وحطيت طماطميه مربعه مكعبات او اربع تربع، وحطيت لورا بودر وحبهان بودر، وحطيت كمان مكعبات مرقه، بقى عندي شوربه باللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده، وطعمها في منتهى الجمال اهي بصوا. وحطيت كمان شويه فلفل اسود. في ميت غمر بيعملوها على شوربه البط زي ما قلت لكم، مفيش عيد او مناسبه او عزومه الا لما لازم يعملوا الكفته الغمراوي وجنبيها ذكر البط. طيب الشوربه بتاعتنا بتغلي اهي، وهبدا ان انا اسقط الكفته علشان تتسلي او علشان تستوي. حد هيقول لي هي مش هتفك، للناس اللي لسه اول مره تعرف ايه هي الكفته الغمراوي، لا مش هتفك، احنا حطيناها في الثلاجه من امبارح علشان تبقى بالشكل ده. بصوا بتبقى اقراص كده، بصوا الرز سليم، قلت لكم بتختلف كده، عايزه كده ولا اهي، قلت لكم بتختلف من بلد لبلد، في ناس بتخلي الرز سليم كده، وفي ناس بتديله نص تكسيره، وفي ناس بتطحنه ناعم خالص على حسب البلد وعلى حسب عوايدهم، بس الغمراوي الاصليه بتتعمل بالرز سليم زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هنبدا نحطها كده في الشوربه، وخلوا بالكم ان مثلا شويه كده وهنبدا ان احنا نقلبها، هتلاقوها ماسكه في نفسها كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله ما شاء الله الله اكبر، دول 26 قرص كفته معمولين بايه؟ معمولين بنص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو لحمه مفرومه عمل لي 26 قرص من الكفته. طيب تنزل المقادير بتاعتنا يا حمدي لو سمحت، ونشوف ايه التكات المفروض تتعمل او ايه التكات المظبوطه علشان تطلع لنا كفته غمراوي على اصولها. طيب مقاديرها تنزل معانا على الشاشه دلوقتي ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. احنا بنحط الكفته بتاعتنا كده عشان تتسلق، والحله تكون واسعه علشان تاخد براحه في السليق علشان ما تمسكش في بعضها. بصوا المقادير بتاعه الكفته الغمراوي بتقول ان احنا معانا ايه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، ويفضل ان هي ما يكونش فيها دهون علشان ما تفكش مننا. معايا بصلايه كبيره 6-7-8 كده فصوص من الثوم السليم، معايا كمان حزمه بقدونس وحزمه كزبره، بصراحه ما بحطش العيدان بتاعتهم، بحط الورق بس عشان العيدان ما تبقاش ناشفه كده في الكفته. معايا كمان 3 كوبايات رز مصري، بصوا مش منقوع،
يا دوب ان هو اتنقى واتغسل واتصفى، لازم يتحط يبقى ناشف كده. عارف اني ما بعرفش اعمل كده، لازم يبقى ناشف بالشكل ده، ما يبقاش فيه سنه ميه. طيب معايا كمان ايه؟ كزبره ناشفه، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر علشان تبقى نافشه معانا كده وتبقى هشه ما تبقاش مكتومه، والتوابل بتاعتنا كمون، بهارات لحمه، وملح، وفلفل اسود. موضوع سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي مشكله. طيب عندي كبه، بسم الله، بصوا كده، بصوا منظرها، حطيتها في الميه اهي، بصوا بصوا الحاجه بتاعت السلق عباره عن ميه مغليه، مكعبين مرقه، جزر شرايح، لورا بودر، حبهان بودر، وملح، وفلفل اسود. عندي شوربه بط هسلق فيها، ما عنديش، هعمل المرقه على ايديا بالشكل ده كده. طيب هنقلي ازاي؟ طيب في طريقتين للقليه، يا اما تخليط بيض ودقيق، يا اما خليط بيض بشويه نشا. انا النهارده عامله خليط بيض ودقيق ومعاهم كمان بيكنج باودر وملح وفلفل عشان يديني طبقه حلوه كده لما تتقلي معانا الكفته. طيب المقادير بتاعتنا نزلت، كتبناها مع بعض وصورناها، ونشوف بقى هنعمل الكفته بتاعتنا. عايزه اوريها لكم لو سمحت يا حمدي. احنا حطيناها ليه؟ بصوا بصوا عامله ازاي؟ بالشكل ده كده علشان اللحمه تستوي والرز يستوي. مش هغطيها، او لو هغطيها هسيبها متوربه شويه علشان ما تلزقش مني في الحله. خلوا بالكم ان احنا كل شويه ممكن نقلبها علشان ما تلزقش في الحله. طيب عندي الكبه بتاعتنا، ماشي. الناس اللي سالتني على نوع كبه كويس، بعد الهوا ان شاء الله هعمل لكم لايف كده نتكلم فيه عن حاجات كتير، في موضوع مهم قوي بقى له كام يوم كده شغال فيه كلام كتير، وكان لازم ان انا اتكلم معاكم فيه، اتكلم معاكم فيه ان شاء الله بعد الهوا، وهقول لكم على نوع الكبه اللي انتم تشتروها. طيب عندي الكبه هعمل ايه؟ بصوا كده، ادي الخضره اللي هي بقدونس وكزبره، ورق بس من غير عيدان. عندي ثوم، فصوص ثوم. عندي بصلايه كبيره كده متقطعه اربع ارباع، ومعايا البهارات بتاعتنا اهي، ادي بهارات لحمه، بيكنج باودر في اللحمه نفسها، معايا كمون وكزبره ناشفه. ناقص لي ايه؟ ناقص لي ملح وفلفل اسود واللحمه. هخلط ده كله كويس الاول مع بعضه، وبعد كده احط اللحمه واخلطهم كويس قوي. انا عايزه الخليط يبقى ناعم، حته اللحمه اللي انتوا شايفينها دي انا مش عايزاها تكون باينه، انا عايزه الخليط كله يبقى ناعم خالص معايا علشان لما اجي الف معاه الرز يبقى ميه واحده. طيب انا هخلط دول كويس الاول مع بعض، وبعد كده انزل عليهم باللحمه. بسم الله، خلطنا كده المكونات مع بعضها، واحط اللحمه من غير دهون خالص اهي. احنا كل شويه بندي تقليبه علشان ما تلزقش في بعضها وتستوي كويس. هغطيها وهوارب الغطا علشان تستوي معانا بسرعه. طيب حطينا اللحمه مع الخليط اللي احنا عملناه، كان الخليط عباره عن ايه علشان حبايبنا اللي لسه متابعين؟ حطينا كزبره، وحطينا بقدونس ومن غير عيدان، ورق بس، حطيت فصوص ثوم، حطيت بصل، وحطيت بيكنج باودر علشان تبقى اللحمه مش مكتومه من جوه مع الرز، وحطيت كمان بهارات لحمه، وحطيت كمون وملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه. كل ده اتحط مع بعض، خلطتهم كويس الاول مع بعض، وبعد كده رحت منزله اللحمه وهخلطها كويس، وهتشوفوا الملمس بتاعها هيكون عامل ازاي. بسم الله، هقفل عليها كده عشان نكلم الحاجه ليلى ونقول لها صباح الفل يا حاجه ليلى. صباح الخير يا نونا. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما حضرتك بخير، تسلمي لي. يا ربنا يخليك، يا رب يبارك فيكي. وبصي انا ست كبيره عندي 68 سنه، بس اتعلمت منك حاجات كتير والله. العمر كله ليكي. انهم بيقولوا لي ان انا شاطره وست بيت، بس انا برضه استفدت منك كتير جدا من الشيف محمد بلدياتنا. حضرتك ست الكل. بصراحه بتعلم منكم حاجات كتير، وربنا يدومكم في حياتنا ويبارك فيكم ويجعلكم كده يا رب يعني في ميزان حسناتكم ان شاء الله. حضرتك ست الكل وست الناس، وتسلم ايدك على كل اللي بتعمليه.
رب دايما. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. بصي يا نونا، انا بالنسبه للكوليبه الدهلاوي المغمره اللي بتعمليها دي، انا بنعملها على طول طبعا في كل المناسبات وخاصه في العيد، بس احنا عندنا تكه صغيره في عمايلها بس. قوليلي. ان احنا بنسلقهاش في شوربه زي حضرتك ما عملتيها كده. بتعمليها ازاي؟ يكون في بلدن بنسويها زي المحشي بالظبط. لا استني قوليلي، بتعمليها ازاي؟ بتسويها ازاي زي المحشي؟ بنفس المقادير اللي انت عاملاها وبنفس الطريقه وكل حاجه، الفرق بس البسيط في التسويه، ان احنا بنرصها واحده فوق واحده فوق واحده زي المحشي كده. تمام. وبعدين بنغلي الشوربه ونروح حاطينها عليه، اول ما تبدا تغلي نوطي ونسيبها بقى تشرب الشوربه كلها، بتبقى لها طعم جميل جدا وتنسى زي المحشي كده تشرب الشوربه بتاعتها. تسلم ايدك. ما بتقلوهاش؟ نعم. ما بتقليهاش بعد ما بتتسلق، ولا هي لما بتتسلق؟ لا ليها بقى، اللي عايز ياكلها مسلوقه ياكلها، واللي عايز يقليها بنعمل لها بيض ودي زي القرنبيط كده بخضره والتوابل وكده ونقليها بقى. تسلم ايديكي وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. دي كمان اهي طريقه. حبيبتي نورتيني باتصالك. دي كمان طريقه للناس اللي بتعمل الكفته الغمراوي، هي الحاجه ليلى من الدقهليه. زي ما قلت لكم كل منطقه وليها اسلوبها، يعني في ناس بتسلقها زي ما انا هسلقها النهارده كده وبعدين اصفيها من الشوربه بتاعتها وابدا ان انا اعمل لها خليط الاليه. في ناس زي ما الحاجه ليلى قالت كده اهوت، ان هم بيسووها في شوربه قليله زي تسويه المحشي، ويا اما ياكلوها مسلوقه يا اما يعملوها في خليط زي القرنبيط ويبداوا ان هم يقلوها. اللي انتوا عايزينه اعملوه، المكونات اللي موجوده عندكم توظفوها. طيب الرز بتاعنا اهو ناشف، انا عايزه اخلط اللحمه تاني علشان تتخلط مع المكونات بتاعتنا بالظبط، تبقى ناعمه العجينه نفسها، تبقى ناعمه قوي. بسم الله. بصوا كده، بسم الله، بصوا الخليط عامل ازاي، ناعم خالص بالشكل ده اهو كده. بصوا ببدا ان انا انزل اللحمه كلها على الرز وابدا الفهم مع بعض. زي ما قلت لكم في المنصوره وفي الشرقيه ساعه ما بيحطوش الرز سليم كده وبيدوا له نص تكسيره، وفي ناس بتطحنه كويس جدا زي كفته الرز عندنا، يعني على حسب البلد وعلى حسب اللي هم العوايد بتاعتهم بيعملوها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بنخلط بقى الرز مع الكفته كده، نص كيلو لحمه مع 3 كوبايات من الرز بيعمل لنا 26 قرص من الكفته، على حسب طبعا لفه ايديكي وعلى حسب التصبيعه اللي بتعمليها. عايزه تعمليها صوابع ماشي، بس هم الاساس عندهم ان هم بيعملوه مدور بالشكل اللي انا قلته لكم كده. بس تتلف كلها مع بعضها وبيبداوا ان هم يكوروها، ما بيعملوهاش عايزه تصبعي بزيت ماشي، عايزه تصبعي بميه ماشي، المتاح عندك استعملي. حاضر. احنا ممكن نوريهم بس كم كره قبل ما نطلع عشان نرجع نشتغل في حاجه ثانيه. تسلمني، ما تحرمش منك يا رب. بصوا كده خلطتها بقت كلها، بصوا عجينه واحده ازاي وكلها بالشكل ده، مفيش حاجه في البوله بتاعتنا اهي بالشكل كده. طيب ادي اهي كده، ابدا بقى ان انا اصبع او ان انا اشكل، بدهن ايدي كده ميه او زيت زي ما قلت لكم، وباخد كده كوره اهي، وتخلوا الاقراص مقاس واحد علشان التسويه بتاعتها تبقى واحده، وابدا ان انا اعمل كده. المفروض بتتحط في التلاجة 6-7 ساعات، عايزه تعمليها قبلها بليله زي ما انت عايزه، المتاح ليكي ماشي. وبمسك صاج عليه ورق زبده او مش مدهون حاجه زي ما انت عايزه، واروح حطاه وبحط بين رقات الكفته بحط ورقه زبده، يا اما لو كيس ثلاجه مفتوح زي ما انت عايزه علشان لما اقوم الصبح ما لقاهاش لازقه في بعضها تحسبا يعني. بصوا بالشكل ده كده، وابدا ان انا اشكلها كلها واشيلها. طيب لما بتطلع بقى تاني يوم او بعديها ب6-7 ساعات، يعني مثلا لو انت عملتيها الصبح بدري اول ما بتقومي كده وهتعمليها مثلا على العشاء، بتروحي حاطه شوربه، او لو انت ما عندكيش شوربه بط زي ما هم ما متعودين، بنعملها على مرقه زي ما انتم شايفين كده، المرقه اللي هي الارديحي بتاعتنا دي اللي هي مكعبات مرقه، لورا وبودر حبهان،
لورا بودر وحبهان بودر، طماطمايه، جزرايه، مكعبين مرقه، وبسيبها تغلي على النار، وابدا بعد كده احط فيها الكفته. بتتسلق بعد قد ايه او بتاخد وقت تسويه بعد قد ايه؟ يعني حوالي نص ساعه، يا دوب مقام تسويه الرز، وهنشوف مع بعض شكلها. لما بتطلع بنحطها في مصفى علشان تتصفى من الميه بتاعتها خالص، وبنبدا نعمل لها خليط الاليه. الزيت بيبقى عندنا سخن، خليط الاليه بيبقى عباره عن دقيق وبيض وملح وفلفل اسود وكربونات. بنغطس فيها القرص بتاع الكفته ونبدا ان احنا نحمرها وتتقدم بصحتين وعافيه. بصبع في الكفته بتاعتنا الغمراوي زي ما حضراتكم شايفين كده، عملت رق في الارضيه وبعد كده رحت حاطه عليه ورق زبده. يا اما لو ما عنديش ورق زبده افتحي كيس ثلاجه وحطيه، ما فيهاش اي مشكله، اللي عندك وظفيه ما تقفيش على حاجه. بنخلصها خالص، وزي ما قلت لكم احنا حاطينها اللي بتتسلق على النار علشان هنشوف تسويتها او شكل تسويتها او انا اعرف ان هي استوت ازاي. عشان اعرف استوت ازاي بمسك في ايدي شوكه مش سكينه، وبيعدي النص ساعه وابدا ان انا بعد كده امسك قرص الكفته اشوف عايزه تاخدي منه حته. ماشي، انا اكتريت يعني انا اكلي كله ممكن يكون وانا بدوق، بس ممكن انت تحطي فيها الشوكه هتلاقيها تخش بكل سهوله، تلاقي الرز بتاعها شكله بدا يقول ان انا استويت، وهوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. مجرد ما بتستوي بنرجع نعمل ايه؟ بطلعها في مصفى واصفيها من الشوربه بتاعتها واسيبها تهدى خالص، وبعد كده اروح عامله لها الخليط بتاعها اللي هو بيض ودقيق وبيكنج باودر وملح وفلفل اسود، وابدا بعد كده اسخن الزيت وابدا اقليها وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. طبعا انا مش هقليها دلوقتي الا لما تستوي معايا خالص واطلعها وتهدى وبعد كده ابدا عليها. طيب ده الصنف بتاع الكفته الغمراوي، سهل جدا وبسيط، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب لحبايبنا اللي طلبوه، خصوصا ماما مريم ربنا يبارك لها يا رب في صحتها. طيب عملت هنا ايه؟ خفيت الخليط بشويه ميه لان انا حسيت ان هو الدقيق تقيل شويه. طيب عندنا الكفته اهي، وهبدا ان انا عندي الزيت سخن، اتاكد بس ان هو سخن تمام قوي، والفراخ عندي الناحيه الثانيه شغاله. بصوا كده بروح عامله كده، ويفضل ان احنا نعملها بصفايه من بتوع البطاطس. بروح عامله كده كده، بصوا بروح مصفيه كده واروح منزله كده، اللي طلع في الجناب دوت هنلمه ما فيهاش اي مشكله. بصوا كده كده، واسيبها ما احركهاش الا لما تبدا تتحمر. في ناس ما بتحمرهاش وبتاكلها كده، وفي ناس بتحمرها. لا 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 خالص، لا مش دي، لا مش دي. وانتي بيسالني بيقول لي هل احنا بنحطها في الخليط ده ونحطها في ميه بتلج زي الفراخ اللي هي المقرمشه كده؟ لا، هي يا دوب بس في الخليط ده كده، لان يعني الخليط زي ما انتم شايفين سايل، مش محتاج ان احنا نعمل طبقه كبيره من عليه، فعشان كده ما بنحتاجش ان احنا نحطها في ميه بتلج او اي حاجه. اهو كده اهو، بس الكفته كده ما نحركهاش، انا كل اللي محطوط اللي هو من الخلطه ده هشيله قبل ما احط الرق التاني او الحبه التانيين. بصوا لسه عايزه تتحمر، بصوا هسيبها تتحمر براحتها عشان لما اطلعها اوريكم شكلها. وتعالوا نشوف، احنا هنلم ده كده وهشيل الكفته اللي احنا سلقناها. دي الكفته الغمراوي بتقول ان احنا معانا ايه؟ نص كيلو من اللحمه المفرومه وتكون من غير دهون، معانا ايه كمان؟ بصله كبيره، معايا توم صحيح 6-7 فصوص توم كده، معانا ايه كمان؟ حزمة بقدونس وحزمة كزبرة ويكونوا ورق بس من غير عيدان، 3 كوبايات رز يكون مغسول ومتصفي ما يبقاش منقوع، مغسول ومتصفي مش منقوع. معنا ايه كمان؟ كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة بيكنج بودر وكمون، ومعلقتين كبار بهارات لحمة، وملح وفلفل اسود. دي الكفتة بتاعتنا. عندنا ايه كمان؟ السلق بتاع الكفته بتاعتنا او تسويتها بنستخدم ايه؟ يا اما مرقه بط زي ما هم اصلا متعودين ان هي لازم تتعمل مع بط، يا اما بعمل ايه؟ ميه مغليه حطيت معاها مكعبات مرقه، جزر شرايح، لورا بودر، حبهان بودر، ملح فلفل اسود، وبحط كمان طماطميه. فين الطماطميه؟ كان في طماطميه صح؟ اوه الايه؟
طيب معايا ايه؟ حاجة القلي بقى. قلينا ايه؟ دقيق حسب الحاجة، 8 بيضات، معلقة صغيرة بيكنج بودر، ملح وفلفل اسود، وزيت للقلية. طيب دي كانت اللي هي الكفتة الغمراء.